أعزائي المشاهدين، ساعات قليلة وسيتم افتتاح معرض الكتاب الدولي في مدينة السليمانية عاصمة الثقافة، في معرض السليمانية الدولي للكتاب. هذه الدورة السادسة لمعرض الكتاب، الحمد لله سيتم افتتاحها بعدد كبير من دور النشر العربية والمحلية والأجنبية، حيث تجدون فيها جميع أنواع الكتب الهندسية والأكاديمية والأجنبية في جميع المجالات في هذا المعرض الدولي. وقد تم تجهيز كامل لهذا المعرض في كافة الوسائل للسادة المشاركين والسادة الزائرين الكرام. نتمنى لكم أن تزوروا معرض السليمانية الدولي للكتاب في دورته السادسة لكي تنالوا ما ترضون به إن شاء الله تعالى.